مساعدات مساعدات لأهالي قرية جرجنات، مساعدات لمنطقة جرجنات، مساعدات من قرية معرشورين لجرجنات، مساعدات إنسانية لجرجنات من قرية معرشورين، مساعدات إنسانية لقرية لجرجنات من قرية معرشورين. وين أخذين المساعدات؟ هاي المساعدات أخذينها على قرية جرجنات بسبب دخول الجيش على القرية، حرقوا المنازل، حرقوا أكثر من 200 بيت أهل جرجنات، دمروا أثمنوا الظاهر سلميا وطالبوا بإسقاط النظام، دمروا العديد من المنازل. فنحن أخذنا شوية حقوق بالسويد مشان يقدروا يدمروا حالهم بس على ما بين من برد الخارج. مساعدات لأهالي جرجنات، هاي مساعدات لجرجناز فقط؟ بس لجرجناز. طب هاي بتكفل بيوت جرجناز؟ ما بتكفل، بس هذا اللي يخبرنا الاعتبار.